السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير. ابتدي كلامي بذكر الله حبيبي يا الله، والصلاة والسلام على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى هنركن كل حاجة على جنب كده، يعني كل شغل اللي بتكلم عليه والفيديوهات اللي أنا بعملها، زاهية داوود وحسناء وحمدي ووفاء والناس اللي أنا بتكلم عنها وكل الفيديوهات اللي أنا بعملها اللي بتشوفوها دي، وهتكلم عن اجمل شيء في الوجود اللي هو حب الله سبحانه وتعالى، اللي هو كان سبب في اني انا اشوف رسول الله في المنام 8 مرات. طبعا انا في خلال ما انا يعني في خلال السنين اللي فاتت، يعني وقبل ما اروح العمره والكلام ده كله، ولحد ما رحت العمره، انتوا عارفين ان انا طلبت من ربنا سبحانه وتعالى يعني كده دعوات، سبحانه وتعالى استجابها لي. فلما رحت مصر ابتديت اشوف مثلا رؤية، مثلا أنا أحكي لكم الأول يعني بعدين بعد حاجة بسيطة، رؤية رسول الله الثالثة، فاصبروا عليا والله وهتروحوا في أي حتة. فأنا شفت سبحان الله تعالى يعني إن أنا كده إيه، كنت على مائدة عظيمة يا جماعة. المائدة دي أنا مش لاقية لها نهاية، والمائدة دي مكتظة بالبشر. فأنا بسم الله مليانة عنب، عنب كلها عنب أحمر غامق، من كنت تحس إن هي مرسومة العنبة كله قد بعضه، كأنها مرسومة بالبرجل سبحانه وتعالى، كأنها يعني هتطق من السكر زي ما بيقولوا كده. فأنا سميت بسم الله تلت عنباية، وأنا ساعتها يعني اتمردت على عنب الدنيا من جمال العنباية دي سبحان الله تعالى. فالمهم إن الدنيا كانت مليانة زحمة قوي، سمعت واحدة من على شمالي معرفش إيه اللي دايما معترضة عليا دي، يعني اللي تقول لي إيه ده، أنت مش معزومة، أنت إيه اللي جابك؟ فبصيت يعني لقيت قدامي ان انا ليا كرسي لوحدي في اول المائده. وعارفين لما يبقى كده الموائد بتاعه العصور الوسطى دي اللي بيبقى فيها كده رب الاسره له كرسي لوحده، اللي انا شفته ده سبحان الله يعني كان جميل قوي، وانا مش قادره اوصفه من كتر ما الرؤيه دي سبحان الله جميله. انا بقول لكم عشان تقولوا حبيبي يا الله والله، مش عشان اي حاجه، اوعى تقولوا ان انا الله دي جميله، لا انا اقل منكم بكتير. فلقيت سبحان الله ان في اللي هو الكرسي ده، انا كنت هو كان على شمالي كده، وقدامي رجل لحيته سوداء ضخمه، فبيقول لي السم يا سحر. هو لابس جلابيه بيضة، بس انا ما اعرفش هو مين، عشان حرام الانسان يقول انا شفت كذا وهو ما شافوش. ما اعرفش هو مين، هل واحد من الملائكه، هل رسول، انا ما شفتش وجهه الحقيقه، بس قال لي الكلمه دي، يعني قال لي السم يا سحر. واكتشفت ان انا قدامي المائده كانت كلها عنب بس، فانا لقيت قدامي تورته، يعني تورته قدامي سبحان الله، وكانها محبه من الله او اختصاص او اشتباء، يعني اتمنى انه يرضى عني وانا كل عيوب والله كل ذنوب يعني. فقمت من النوم سبحان الله تعالى وانا ايه يعني طعم العنب ده في بقي يعني. فالرؤيه الثانيه برضو يا جماعه العجيبه، اني انا مغرمه بقول الله تعالى الله نور السماوات والارض، عشان هو حبيبي، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. يعني هختصر، صدق الله العظيم، يهدي الله للنوري من يشاء. فأنا سبحان الله أنا نايمة بس قايمة شم ريحة زيت زيتون من الجنة يا جماعة، والله ما ريحة زيت زيتون من الدنيا. أنا قايمة يعني عارف اللي يبقى يعني في 7 نومة ومستحيل يقوم على صلاة الفجر، دي مش أول مرة أن ربنا سبحانه وتعالى يصحيني على صلاة الفجر بزيت الزيتون، أو حد هقول لكم هقولها لكم بقوة حد من الملائكة. أنا نايمة وحاطة دماغي كده، فدماغي دي تروح ضرباني ضربة، والضربة الجامدة تصحيني قومي صلي الفجر. لو أنت صادق مع الله سبحانه وتعالى، ما أنت عايز، من صدق مع الله مع الله سبحانه وتعالى يصدقه سبحانه وتعالى. فانا قمت مش مصدقه نفسي، وانا شم ريحه زيت الزيتون وانا قايمه على الله اكبر على صلاه الفجر. بس لسه نرجع للرؤيه تاني عشان ما انساش اهم حاجه. انا شايفه الزيت الزيتون ده مسكوب من الزجاجه، وعماله بعمل كده واقول الله اكبر، شم ريحه الزيتون هقول اتجنن من جمالها، الله اكبر على جمالها، فاقول ايه ده الله اكبر. وشفت بقى زيت الزيتون طلع منه ابخره يا جماعه، عارف لما تلاقي بخار الماء انت شايفه بعينيك بيبان بخار الماء، طلع من زيت الزيتون بخار، طلع كله ناحيتي انا، موجه ناحيتي انا، وكانه قاصد انه يخترق مسام جسمي من اول هنا
ما سابش حتة في جسمي إلا وزيت الزيتون ده، سبحان الله اخترق مسام جسمي. الله نور السماوات والأرض، بمسك نفسي عشان ما بكيش لأني أقل من كده بكتير. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى كل يوم بيبشرني بحاجة جميلة، وعلى قد اللي في قلبك ربنا هيديك سبحانه وتعالى. فكانت الرؤية الثالثة الحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هداني إن رسول الله يزورني 8 مرات، هو حبيبي ملك الملوك سبحانه وتعالى، اللي أنا من وأنا طفلة بغير عليه من ربع العدوية. ما عرفش بغير عليه من ربع العدوية ليه؟ يا في طفلة ما تعرفش يعني إيه ربع العدوية لسه، ولا تعرف يعني إيه حب الله. كان أول مرة في حياتي وأنا صغيرة قوي وأشوف فيلم ربع العدوية لأول مرة، وكل حتة في جسمي تتنفض وأقول له لأ، هي دي ربع العدوية، دي حبيبتك؟ لأ، ده أنا اللي حبيبتك من يوم أن خلقت آدم، من يوم أن كان آدم منجدل في طينته، وحبيبك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف إن في واحدة اسمها سحر حسين حبيبتك؟ يا رب، أنا طفلة كنت أول مرة أشوف فيلم ربع العدوية ده. يا جماعة مش عايزين نبعد، لأن أنا هبقى أحكي لكم تاني كتير. يا ريت تستنوني وتفعلوا القناة دي، يعني تخلوها تظهر للنور، قناتي لسه ما اتفعلتش، وبفضلكم أنتوا هتتفعل وتوصل للعالم وتعرفوا يعني إيه إني أنا شفت رسول الله رأي العين. والله أوصفه وما أوصفش بابا يا جماعة. في اللحظة اللي فيها كل علماء العالم الحافظين للقرآن الكريم ما شافوش رسول الله زي ما أنا شفته. ويمكن الشيخ فهد العودة أو واحد من شيوخ السعودية طلع وقال أنا شفته مرة أو كده، بس أنا شفته 8 مرات. مش بقول إن أنا كويسة، لا والله أنا أقل إنسانة في الوجود، لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفت مشيته. ما كنتش أعرف إن الصحابة قالوا عليه إن هو يتقلع من صخر. والله سيدنا علي بن أبي طالب قال إذا رأيتم رسول الله يمشي كأنه يتقلع من صخر. يعني إيه يا جماعة؟ يعني في حتة صخر لازقة في قدم رجله فبيرفعها بثقل. فأنا قلت في الشعر كده: ما أعظم مشيتك يا رسول الله حين ترفع من الأرض بثقل قدميك، وحين يدنو قليلا إلى الأمام كتفيك، مشية فيها عظمة الرجل الرزين، مشية تتغنى لها السماوات والأراضين. عرفت الآن يا رسول الله سر تعلق الأرض بقدميك، أرادت أن ترتفع والله لتقبل يديك، وأنت لا ترد الكائنات التي عشقت معي نور عينيك، ولما عشقت ترابا عليك قلت فيه الشعر وأرسلته إليك. نسيت الباقي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله، ولما عشقت ترابا عليك قلت فيه الشعر وارسلته اليك. هكمل واقول لكم اني انا شفت رسول الله للمره الثالثه. كان في بيني وبين ماما، بسم الله الرحمن الرحيم، مشكله خطيره جدا وزعلتني، وكان في شجار وشقاق بيني وبينها جامد، مع اني طول عمري ابر واحده في الدنيا بيها، الناس كلها ممكن تبوس ايدين مامتها انا ابوس رجليها، وهي عارفه ان انا ابر واحده في 6 بنات في ولادها كلهم، وبتحبني محبة ربنا سبحانه وتعالى. بس هو ربنا أراد والشيطان وقع بينا، فأنا حكمت رسول الله في الأمر. وكانت دي من ضمن الحاجات اللي أنا أقول لرسول الله أنا محتاجة لك يا رسول الله، فلاقيه قدامي على طول في الرؤية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فأنا نمت على طول سبحان الله، فأنا شايفة رسول الله من ظهره. فلما لفيت هو كان لابس أبيض، وأنا شايفاه من ظهره قاعد على الكنبة، حتى كنبه ملهاش ظهر، بس انا شايفاه من ظهره كده. وقدامه ايه بقى يا جماعه؟ ستات كتير لابسين ابيض في ابيض، معاهم اطفال صغننين، كلهم قاعدين في الارض وقاعدين امام رسول الله كده. فلما انا لفيت لقيت رسول الله منتظرني، وما كانش قاعد، منتظرني يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجه في قلبي: سووا صفوفكم فاني اراكم خلفي كما اراكم امامي. شوف ربنا بقى بيعرفني تاويل الرؤى والاحلام بطريقه غير عاديه. مجرد ان اشوف حاجه يقع في قلبي وعقلي على طول الردود سبحانك يا رب ولا تقال الا لك. الغريب ان هو يقف امامي عظيم التبسم عظيم الحياء، باصص في الارض وماسك حاجه في ايده. حاشا لله ان انا اقول ان انا شفتها، انا ما شفتهاش، لان سيدنا الرسول قال: أعظم الفرة والكذب على الله أن يقول المرء رأيت البارحة رؤيا ولم يرها. شفتوا أنا دقيقة في الكلام إزاي؟ رسول الله متبسم وحاطط وشه في الأرض وكان منتظرني يقف ومستنيني ماسك حاجة في إيده، ولدرجة إن أنا فاكرة إيديه معمولة كده. فراح قايل لي كلمتين، قال لي: أنت اللي. فأنا بلهفة رهيبة من قبل ما استنى إن هو يرد أو إن أنا يعني يقول سؤاله ويكمله، أصل أنا دايما كده يعني، اللي يعرفني أنا متسرعة يعني بسبب السحر وبسبب حاجات كتير فعلا عندي
اندفاع في حياتي كده، طيبة واندفاع في حياتي. يعني ربنا يعني يا رب يرحمني ويشفيني من السحر اللي معمول ده، هو بيبقى ابتلاء. نرجع تاني للكلام الجميل، فأنا من لهفتي بقول له أيوة أيوة أنا اللي، فرح رسول الله ابتسم لدرجة إن هو ابتسم جامد، لدرجة إني أنا شايفاه بيبتسم بقوة، بانت نواجذه رسول الله كما يقولون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما استنيتش لحد ما يكمل كلامه، فمن لفتي قلت له أيوة أنا اللي، فابتسم جامد صلى الله عليه وسلم. المهم إنه خلاه يعني إيه، يخليه عينيه، جابت عينيه كده ناحية الستات اللي قاعدين لابسين أبيض فابيض. فمن غير كلام رسول الله بيقول لي أمك مهما عملت الجنة تحت أقدام الأمهات. وأمي كانت عاملة معايا موقف خطير خطير، يعني أنا مش هحكيه طبعا. هو عارف إن هي مزعلاني، والله ورسوله يعني يكفيني إن هما يكونوا راضين عني وعارفين الحقيقة. إذا كان الإنسان لما بيموت له حد حبيبه بيبقى عارف أعماله، فما بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارف أنت مين وهي مين وهي مين، وعارف كل ضمير كل إنسان بعد ملك الملوك سبحانه وتعالى. ما تنسوش حبيبي يا الله هي أعظم كلمة بعد يا رب، وهي أقوى أقوى في الدعاء، وهي كالريح المرسلة سبحان الله يعني في السرعة. فقولوا حبيبي يا الله لا تنسوا ذكر الله، وما تنسوا بالله عليكم ان انتوا تشتركوا في قناتي بالله عليكم، لان يعني حسنات جارية زي السيئات جارية، لا تستوي الظلمات ولا النور يا جماعة. وانا عارفة ان انتوا بقيتوا بتحبوني وده شرف ليا، وصلني وصلني. وبعدين كل بني ادم اشترك معايا ما يستهونش بالاشتراك اللي اشتركوا معايا ده، لان هيشوفوا يوم القيامة وهيشوفوا في حياته ان شاء الله دعوة مستجابة مني بإذن الله، ربنا يقبلها مني. بحبكم في الليلة، لا تنسوا ذكر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.